رغم أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز على تاونشيب بثلاثية نظيفة في المواجهة التي جرت باستاد الجيش المصري ببرج العرب، لكن الجهاز الفني رفض منح لاعبيه راحة بسبب ضيق الوقت، وعاد اللاعبون في اليوم التالي لينقسموا إلى جزئين، الأول خاص بمواجهة أمام الجونة، وهم من لم يشاركوا أمام تاونشيب لتجهيزهم للمرحلة المقبلة، بينما أدت المجموعة الأساسية ميرانا خفيف. استعد الأهلي بشكل جيد لمباراة تاونشيب في الجولة الرابعة التي ستقام السبت المقبل في بوتسوانا، حيث عقد كارتيرون المدير الفني الفرنسي أكثر من محاضرة فنية مع لاعبيه شرح خلالها نقاط القوة والضعف، فيما استبعد الجهاز الفني في اللحظات الأخيرة أحمد فتحي بسبب إصابته في العضلة الضامة. سافر سمير عدلي المدير الإداري مبكرا وأنهى كل الأمور الخاصة بحجز فندق الإقامة والملاعب، وكان في استقبال البعثة بالمطار، خاصة وأن الأهلي سيتدرب على ملعب فرعي حتى يوم الجمعة الذي سيكون على الاستاد الذي ستقام عليه مباراة تاونشيب.